بإشراف مكتب الأوقاف في باطن الجبل وفي الجامع العتيق ببدر الصيعان، أقيمت مسابقة الإمام مالك الأولى لحفظ وتجويد القرآن الكريم في بعض من جوانبه، في نصف القرآن وثلثه والربع الأخير منه وخمسة الأجزاء الأخيرة وجزء قد سمع. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأي. المسابقة الرمضانية استهدفت فئة الذكور وتستمر ليوم واحد بحضور مشرفي مراكز التحفيظ وعدد من أولياء الأمور بمناسبة العشر الأواخر من رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. تأتي هذه المسابقة نتاج ما حفظه المتسابقون في بدر وتيجي طيلة أكثر من سنة أثناء حفظهم وتجويدهم للقرآن الكريم، فيما تقام هذه المسابقة لدفعهم للمثابرة وتعلم التجويد وحفظ كتاب الله.